يا صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الشمس الحلوة اللي بتعطي طاقة حلوة، صباح رسائلكم اللي بتجنن، صباح الناس الحلوة اللي باركت لي، صباح الناس اللي بتتفاعل وعلى طول بتصبح علينا قبل ما احنا نصبح عليهم. صباحكم يا رب ورد وفل وعسل وياسمين وورد جوري، كل شي حلو ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب يوم حلو للجميع. بدي احكي معكم بشغلة كتير مهمة، عن جد كتير مهم، خصوصا انا بعرف يعني المعظم بيتابعني هون امهات. في كذا صبية سألوني على شغلة خلوني ادور عليها، وبنفس الوقت صار معي كم شغلة ارتبطوا بهذا الموضوع. لما حكيت انه انا طلعت بنتي الكبيرة من الهورت اللي هو مثل مؤسسة بتيجي من بعد المدرسة مشان تلعب فيها، وطلعت بنتي الصغيرة من الحضانة والبنت الثانية رح اقلل دوامها، فكتير ناس سألتني هل هذا يا عبير بس فصلت الستوري. قبل ما احكي لكم عن الموضوع، كثير من الصبايا بعتوا لي انت فصلتي بنتك من الحضانه وهاي من الهورت وغيره علشان موضوع انتشار التهاب الكبد اللي شائع بين الاطفال باخر فتره، وخصوصا مع الاحصائيات اللي طلعت من بدايه السنه لغايه هذا اليوم. شوفوا، هو بشكل عام هاد فيروس منتشر هلقيت بأمريكا وكمان بأوروبا، حتى أنه وصل الدول العربية بحالات قليلة. المشكلة أنه بكون فيروس مثل أي فيروس تاني، مثل الفيروس اللي بيسبب الكريب، مثل الفيروس اللي بيعمل حكة، مثل الفيروس اللي بيعمل التهاب بالمعدة. بس الناس لما بتتداول هذا الموضوع بكترة حتى لو كان شائع بصير كأنه حقيقة، بخلوا الناس يخافوا ويرتعبوا والقلق يزيد. حتى كتير من أصحابنا هون بلشوا يحكوا ما بدنا نطلع إجازات، ما بدنا ناكل برا، ما بدنا نودي أولادنا على أماكن فيها ألعاب. الخوف صار مسيطر بالموضوع. بس بصراحة صبايا، الموضوع اللي خلاني افصل بنتي من الحضانة بانه اوريدي انا الفترة هاي خلصت شغلي، ما عم اشتغل بالبيت وما في داعي اني وديها الحضانة، وخصوصا انه انا بدفع عليها كحضانة خاصة مبلغ كتير عالي، وليه يعني بدي اوديها وانا بالبيت؟ وغير هيك مش قادرة استلم، مع انه الحمد لله في نية لشغل جديد، بس اجلته لاتفق عليه لما استقر ببيتي، لانه بدي الاقرب لشغل شغلي والأحسن اللي يتوافق مع فكرة إنه أشتغل نص دوام، يعني حتى حافظ على الوقت اللي أنا بقضيه لحالي، على وقت دراستي، على وقتي لتدريس بناتي، إني أقعد معهم أطلع معهم، كمان وقتي مع زوجي، أكيد مسؤولياتي أنا كأم وزوجة. فإن شاء الله يا رب خير، وأنا ماني خايفة أبدا من هذا الفيروس، لأنه فيروس مثل أي فيروس تاني. غير هيك إنه أنا كتير قرأت عنه، لأنه لما انتشر الموضوع، اوكي لا تهتموا بالكركيب اللي ورايا، اليوم عندي تعزيل المطبخ مشان ننقل للبيت الجديد. المهم خلينا نكمل بموضوعنا صبايا. قرأت كتير عن هذا الموضوع سواء بصفحات الانترنت او بقنوات اليوتيوب الخاصة بالاطباء المختصين بامراض الكبد وغيره. معظم الاطباء وخصوصا اللي حكوا بهذا الموضوع من بعد انتشار هذا الفيروس، حكوا انه فيروس مثل اي فيروس تاني لغاية هلقيت، بيربط الاعراض تبعته بالتهاب الكبد، ولكن عدد الحالات المسجلة بكل العالم وصلت بس ل200 حالة خلال من شهر تقريبا نوفمبر لغاية اللي هو نوفمبر السنة الماضية لغاية هلقيت، لغاية بداية شهر خمسة. وهذا الشيء يعتبر عادي جدا، ولكن لأنه ما قدروا يعرفوا شو اسم الفيروس أو شو السبب لهذا الشيء، فالناس صارت بتنشر هاي الشائعة، وبنفس الوقت المجال الطبي بيحاول يعطي كل قدراته لحتى يكشف شو المطلوب منا حاليا كأهالي مسؤولين عن أطفال، وخصوصا بما أنه هذا الفيروس منتشر بين الأطفال بشكل كبير، أنه نهتم بالنظافة الشخصية تبع الأطفال، ومش نعمل العكس بأنه نحرمهم من ممارسة حياتهم الطبيعية. ممكن في الكورونا اللي قعدتنا بالبيوت تقريبا هلقيت على 3 سنين، فمارسوا حياتهم بشكل جدا طبيعي، يطلعوا ويلعبوا، يسبحوا، يأكلوا من برا، يعمل اللي بدهم إياه، كل شيء عادي. ولكن بالمقابل بدنا نهتم بالنظافة الشخصية، وبنفس الوقت شغلات لازم نعملها نحن بالبيت، مثل انه الاطفال على طول يغسلوا ايديهم بالصابون كذا مرة. يعني انا بنتي ميرا ولارا ولونا تعلموا بالحضانة بالمدرسة انه يغسلوا ايديهم ويعدوا وكذا مرة وكيف الطريقة، وهذا الشيء كتير حلو، بالاضافة انه تعليم الاهالي بالبيت. الشغلة الثانية، الاكل بالبيت اللي بنشتريه وكل الشغلات اللي بنجيبها من برا نغسلها كتير منيح، خصوصا
اللي كنت بخبركم اياه صبايا بانه ضروري تهتموا بنظافه الخضار والفواكه بالدرجه الاولى، لانه اكثر شيء بينقل هذا الفيروس اذا ما كانوا انضافوا معقمين، وخصوصا كثير من الاطفال اول ما اهليهم يشتروا فواكه وخضار بياخذوا شغلات من غير ما يغسلوها، وبتكون الام ما انتبهت او ما لحقت حتى تغسلهم. فانت اغسليهم وعقميهم بعد افرزيهم بالثلاجه، وان شاء الله يا رب ما بصيبكم ولا اي مكروه، والعافيه تكون لباسكم يا رب. الشيء اللي خلاني احكي بهذا الموضوع تحديدا اليوم بانه انا صار لي يومين عم روح المول مع بنوتاتي، هيك في عندي شويه اغراض بدي اشتريهم، ولاحظت بانه بالعاده انا بترك بناتي بالكندلاند اللي هي مدينه الالعاب اللي بالمول لحتى اقدر اتسوق براحتي. بالايام هاي وخصوصا انه امبارح كانت كمان اجازه المدارس، كان في مناسبه هيك عندهم، يعني كان في اجازه للمدارس، وبشكل عام هاي فتره من بعد العيد كثير من العرب اللي كانوا قاعدين بالبيوت في رمضان كانت الحركه جدا ضعيفه، تحس انه في يعني بالعاده من بعد رمضان وانه الكل كان بالبيوت، وخصوصا الجو كان عندنا كثير سيء، هلقيت بلشت شمس، كان كل رمضان مطر الحمد لله، فالمفروض الناس تطلع وبتعيد وكذا، بس المول على غير العاده الناس كثير قليله سواء اجانب او عرب، والناس بالكندلاند ما بتترك اطفالها، يعني رحت بعد ما كان زحمه ويا دوب الاقي لهم مكان، المكان شبه فاضي. فلسه بدي سجل البنات لحتى يفوتوا، فبحكي للموظف انا مستغربه هيك بشكل عادي انه ليه ما في اطفال وغريب يعني، وبضحك انه عادي، فحكيت لي عشان خايفين من موضوع التهاب الكبد المنتشر، فحكيت لها طب اوكي، يعني انا كنت قارئه عن الموضوع بخلصه، فحكت لي للاسف هاي شائعه وانتشرت بين الناس، مع انه فيروس مثل اي فيروس تاني حتى نسبه الشفاء منه عاليه للحالات اللي سجلوها، فيش غير طفل واحد مات واعتقد كان بامريكا، بس كان عنده شغلات تانيه خلت حتى زراعه الكبد ما تزبط. كنت عم احكي لكم هليت قديش الشائعات لما تنتشر بين العالم بتأثر وبتخلي الموضوع وكأنه عن جد كتير بيخوف وإله داعي للقلق اللي عنا. انا بنتي لما سمعت هذا الكلام نفسها خافت، حكيت لماما نو كندلان ما بدها، حتى لونا حكت لي نو، فحكيت ما رح نكد حالي وخلص رح اخذهم، وكملنا اليوم عادي. بس فعليا حتى الاطفال صاروا لما بيسمعوا هذا الشيء صاروا بيخافوا، فانتبهوا بس على اولادكم، وما في داعي تتوقف حياتكم، عيشوا طبيعي مثل ما بحكي لكم، على طول بس هيك يغسلوا ايديهم كتير منيح.